في ناس بتعتبر الحكومة زي بابا وماما، واجبها انها تأكلنا وتشربنا، ومش فاضل كمان غير انها تنيمنا في سرايرنا. اهلا بيكم. شهادة ميلادك بتعتبر عقد بينك وبين بلدك بانك خلاص بقيت ابن للبلد دي، يعني ليك حقوق المفروض انك تاخدها وعليك واجبات لازم تأديها. حتى اقامتك في دولة تانية دي بالظبط زي العقد، يعني ليك برضو حقوق وعليك واجبات. لكن السؤال بقى، هل احنا فعلا بنعمل اللي علينا ولا بس بنطالب بحقوقنا؟ في حاجات كتير بنعملها ممكن تعتبرها حاجات صغيرة، انك ترمي سيجارة في الشارع، انك ما ترميش الزبالة في مكانها، انك تهمل في شغلك وما تراعيش ضميرك، حتى انك تنقل معلومة غلط، ما تغسلش ايدك، تاخد حاجة مش من حقك، ما تلتزمش بالعزل، تشوه صورة بلدك، تروح تصيف مثلا في وقت العزل، ده استهبال. دي كلها واجبات واحنا ما بنعملهاش. فياريت واحنا بنطالب بحقوقنا وان بابا وماما يعملوا اللي عليهم، احنا كمان لازم نعمل اللي علينا ونأدي دورنا، مش كده ولا ايه؟ شكرا واشوفكم الحلقة الجاية.